بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. هو ابن نبي، ولكن كفره وعقوقه لوالده كان سبباً في هلاكه، فحينما نجى الله رسوله وقومه المؤمنين طلب النبي الوالد من ولده أن يركب معهم في سفينة النجاة حتى ينجو من الهلاك، إلا أنه عاند وكابر وحاول اللجوء إلى قمم الجبال، فأغرقه الله مع القوم الظالمين. السؤال الثاني عشر: ابن نبي من الأنبياء كفر بالله وعصى أباه، ورد ذكر قصته في القرآن الكريم، فمن هو؟ أذكر الآية التي ورد فيها نداء الأب لابنه بالانضمام إلى المسلمين حتى ينجو من الهلاك، واسم السورة. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. تحسن كتير هالصالح، تأثر بأسلوبي وصار يعرف يكتب برقية، وهالشي بخليني أعطي بنتي صفية. أفايز أفايز، مر أبو معروف، ربحت الجائزة الثانية مليونين ليرة يا دكتور. نعم، هو بصراحة في شي من هاد، نطبل له ونزمر له لكان. أبو رضا، أنا. أنت العلامة اللي لولاها كنت بقدر جيب المجموع العام البكالوريا هالسنة، وين راحت؟ مرايا، يومياً 11:30 مساءً على قناة ذكريات. سمعتكم ما شاء الله سابقتكم، وعيالك ما شاء الله الإيد بالإيد، والناس تضرب فيهم المثل. أنتم ما قصرتوا يا فيصل، بصراحة مسختها معكم. أنا للحين ما قلت رأيي في المعرس. طلال خانقني بالواقع. مو معقول يوم عقب ما يطردنا من بيته تبيني نرجع له بجولنا. وأصبح يخالجني شعور بأنه عرف أنني لست أمه الحقيقية. لا تقولي نبرتي. ردت عليها البلوى اللي اسمها مشاعر. دمعة عمر، يومياً 10:00 مساءً على قناة ذكريات. إليكم إعادة لسؤال هذه الليلة. ابن نبي من الأنبياء كفر بالله وعصى أباه، ورد ذكر قصته في القرآن الكريم، فمن هو؟ اذكر الآية التي ورد فيها نداء الأب لابنه بالانضمام إلى المسلمين حتى ينجو من الهلاك، واسم السورة.